موجز جديد بأهم وآخر الأنباء على قناتكم شوف تي في، أهلا بكم. وصلت ظهر اليوم الأحد إلى مطار الخرطوم الدولي طائرتان مغربيتان محملتان بمساعدات إنسانية قرر صاحب الجلالة الملك محمد السادس إرسالها لفائدة المتضررين من الفيضانات التي اجتاحت مؤخرا عددا من الولايات في جمهورية السودان ولا سيما ولاية الخرطوم. وتتضمن المساعدات التي تم نقلها على متن الطائرتين التابعتين للقوات المسلحة الملكية ضمن جسر جوي أقيم بين المغرب والسودان خياما ومواد غذائية ومضخات ومولدات كهربائية. وكانت طائرة أولى محملة بشحنة من المساعدات عبارة عن حوالي 16 طنا من الأدوية قد حطت صباح اليوم بمطار الخرطوم الدولي بحضور وزراء في الحكومة السودانية وسفير المغرب بالخرطوم ومسؤولين في قطاعات عدة وشخصيات مدنية وعسكرية. عربيا وارتباطا بالوضع الذي تعيشه مصر، تستمر ردود الفعل الدولية التي تدين المجازر التي يعرفها البلد، ونتوقف هذه المرة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون الذي أوضح أنه أصيب بالدهشة من استخدام العنف في مصر وتطوره إلى قوة مفرطة ومن التطورات المتلاحقة والسريعة التي تشهدها البلاد. كما شدد الأمين العام في بيان له اليوم الأحد على ضرورة وقف وقوع مزيد من الخسائر البشرية في مصر، مناشدا القائمين على إدارة البلاد في الوقت الحالي بتطبيق أقصى درجات الهدوء والحد من التوتر. أدخل الفنان اللبناني الكبير مارسيل خليفة اليوم الأحد إلى عيادة بمدينة طنجة إثر إصابته بوعكة صحية. وأعلن منظمو الدورة التاسعة للمهرجان المتوسطي للموسيقى الأمازيغية تويزا أن الفنان اضطر إلى إلغاء مشاركته في ندوة تحت عنوان بدون الموسيقى الحياة خطأ منظمة في إطار فعالية المهرجان. هذا وقد أحيا أمس السبت حفلا على منصة مالاباتا بطنجة في إطار المهرجان الذي يختتم فعاليته مساء اليوم الأحد. رياضيا، تستضيف بيروت من 19 إلى 25 غشت الجاري البطولة العربية العسكرية الثانية في الملاكمة بمشاركة مغربية. وأوضح بلاغ للجيش اللبناني أن البطولة التي تنظم بإشراف الاتحاد العربي للريادة العسكرية وبالتعاون مع الاتحاد اللبناني للملاكمة ستعرف مشاركة 8 دول هي الأردن، الجزائر، العراق، المغرب، تونس، مصر، فلسطين ولبنان. نهاية الموجز، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.